هو كما اشرت في الاول نهار عيطوا لي المسؤولين ديال هاد اللجنه المؤقته باش نعاونهم كمرحله اولى، لانه هو المشروع انني نخدم داخل نادي الرجاء نعاونهم فيما يخص كل ما هو رياضي. هو البروجي هو اعاده الهيكله المستوى الرياضي على جميع المستويات، زعما كاينه من ليكيب بريمير حتى ليجون حتى ليكول دو فوتبول. الان حنا في هاد المرحله الاولى درنا تقييم، لانه جينا نشوفوا الحاله كي دايره. من بعد التقييم عطينا حلول، كاين حلول اوليه يعني الاولويات هي الفريق الاول كما كتعرفوا دابا عاش موسم بكل صراحه قبيح. في الاخر ديال الموسم ما لقيناش باش نكملوا الماتشات، راكم شفتوا اللائحه كانوا لي بليسيور، كانت اللائحه ضيقه. سالينا الموسم خيب لانه الاحداث اللي وقعت ولا مانيير باش سالينا لو شامبيون كانت قبيحه شويه في الوقت اللي كنا كان بامكاننا، لانه الرجاء بالاسم ديالها كدير نتائج، ما بالك الا كانت الفرقه مزيانه واللاعبين وسميتو كدير نتائج وكتبقى استمراريه في النتائج في المردوديه. هذا هو اللي رجعنا على الاساس ديالو. الان احنا كمرحله اولى وكاولويات هي تقويه الفريق الاول، اعاده التنظيم لانه كانت شويه الفوضى، اسمحوا لي الناس ما نبغيش نقول الاسباب وداك الشيء، كانت شويه الفوضى. الان الامور كتنظم، الفريق الاول دخل في تجمع ديالو مع المدرب اللي بعكس ما يشاع انه الظروف ماشي هي هذيك، الظروف مزيانه داخل المعسكر. المدرب راش قليل لانه المدرب هو المسؤول، حيت اللي ما كيعرفوش الناس هو عندنا مدرب ان اونترينور كي اكزيجون، ما كاينش كيبغي الفرقه ديالو تكون في احسن الظروف. الور الى شي واحد اللي كيقول بانه راه الرجاء ما تديرش ان بون ستاج، يسولوا المدرب، راه المدرب راه ما تيسامحش في حقه وما كيسامحش فرقته في المجموعه ديالو، وهذا شيء طبيعي ان المدرب يحافظ على الفريق ديالو وعلى اللعبه ديالو وعلى ظروف العمل ديالو. الور هذيك مرحله اولى. من بعد كاين مساله انتدابات، حنا خدامين في هذا الاتجاه هذا، ما بغيناش نبداو نعطيو الاسماء وداك الشيء حتى كنفيناليزيو. الور كاين شي عبارات في اللغه ديالنا اللي كتقول لك ما تفرح برزقك حتى تيال فهمتي شي حاجه بحال هكا. الور حنا ملي كنفضيو مع شي لعاب، انا كاقتراح رياضي وكاين مسؤولين، كاين مسائل ماديه عاوتاني اللي كتفوتني انايا. ما نساوش بانه الرجاء عنده دي ديفيكولتي فينونسيير، ماشي يقولوا الناس حنا غنمشيو نجيبوا هذا لاعب مليار ولا 500، هذا ما عندناش هذه الامكانيات هذه. وانا قلتها في اكثر مناسبه، لا حنا كنجيبوا لعاب على قد الامكانيات ديالنا ولكن غيكونوا لعابه مزيانين. انا عطيت وعد للجمهور انه اللاعب المتواضع ما غيدخلش للرجاء، انا كنقولها من هذا المنبر ديالكم انه اللاعب المتواضع لا مكان له في الرجاء، هذه مسؤوليتي انا. الور اليوم الا شفتوا دخلنا جوج بشكل رسمي وكيرجعنا جوج اللعابه ديالنا اللي ربما الجمهور غيعرفهم، جوج لعابه مزيان، يعني عندنا اربعه لعابه مزيان اضافه الى كاين لاعبين دابا اللي تحت التجربه ما عرفت حتى شي واحد. كاين لاعبين دابا تحت التجربه ودائما هاد اللاعبين موافقه المدرب، راه اللي ما فاليداش المدرب راه ما غاديش يسندي، لانه المدرب في اخر المطاف هو اللي غيستعمل هاد اللاعبين. الو حنا كنقترحوا اني كنقترح ديالنا كيكون معقول فيه دراسه وداك الشيء باش نوفروا حتى الوقت شويه على المدرب. المدرب راه المدرب سان كرون تكنيسيان كوميم، راه تيعرف اش باغي، عارف اش باغي، وراه كياخذ اللعابه اللي عجبوه كياخذهم، كيقول لك بون اون في سيني هاد لو جوار اون لو في سيني.